المزيد من القوات السعودية والميليشيات التابعة لها إلى محافظة المهرة، وسط رفض متزايد من أبنائها للوجود العسكري السعودي في هذه المحافظة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من اليمن. آخر الأنباء أفادت بوصول تعزيزات عسكرية شملت العشرات من الجنود السعوديين وآخرين من ميليشيا موالية إلى ساحل عينة الواقع على بعد 15 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة الغيضة عاصمة المحافظة، على غرار انتشارات مماثلة ما فاتئت القوات السعودية تواصل القيام بها في أجزاء مختلفة من المهرة. وتشمل هذه التعزيزات العشرات من الأطقم المسلحة والمدرعات والآلية الأخرى التي قدمت برفقة مروحيات كانت تحلق في سماء المكان، فيما باشرت هذه التعزيزات حال وصولها بمنع المواطنين والصيادين من الصيد وتهديدهم بالاعتقال والاعتداء في حال عدم التزامهم بالأوامر. وطبقاً لمصادر ميدانية فإن ثمة مؤشرات على نوايا سعودية لإنشاء معسكر لها في منطقة عينة في استفزاز قوبل برفض واسع من الأهالي الذين حذروا من زرع الميليشيات في المناطق التابعة لهم. ورداً على هذه التطورات والاستحداثات التي تقوم بها السعودية والقوات الموالية لها في المهرة، عقد في شحن اجتماع قبلي تدارس سبل مواجهة هذه التطورات. وبحسب ما نقل عن الاجتماع القبلي لأبناء المهرة، فقد جرى التأكيد على رفض أبناء المحافظة القاطع لأي توسع عسكري للقوات السعودية في محافظة المهرة، ودعا إلى رفع الاستحداثات العسكرية في منطقة عينة. من جهتها دعت لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة القوات السعودية إلى الانسحاب من منطقة عينة ورفع الاستحداثات العسكرية في المنطقة الساحلية، وحذرت من الإضرار بمصالح الصيادين في هذه المنطقة. اللجنة كانت قد عقدت اجتماعا لها الأحد وأصدرت بيانا شددت فيه على الوقوف ضد أي محاولات لعسكرة المحافظة واحتلال الأرض أو جر أبنائها إلى مربع الفوضى والعنف. بين مد وجزر تتصاعد حالة التوتر في محافظة المهرة على وقع التوسع العسكري السعودي الذي لم يتوقف عن إنشاء الثكنات ومداهمة تجمعات الصيد في ساحل المحافظة، في مؤشر لا تخطئه العين على رغبة سعودية في تواجد عسكري دائم لها في هذا الجزء الغالي من جنوب شرق البلاد.